ينضم إلينا مباشرة من أمام مستشفى أبو يوسف النجار في رفح الصحفي علاء سلامة. أهلا بك معنا علاء، وماذا عن آخر التطورات لديك؟ عم سالم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. ربما هذا يوم دام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في قطاع غزة عندما نتحدث عن هذه الوتيرة الإسرائيلية المتصاعدة من الغارات وعمليات القتل الممنهج التي تركزت في كل مناطق قطاع غزة، وأكثرها كان في المنطقة الوسطى وخان يونس وغزة المدينة، تلك المناطق التي تعرضت لأكبر عمليات قتل إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. بالنظر إلى ما جرى اليوم في مدينة خان يونس، نحن نتحدث عن قرابة 40 شهيدا في سلسلة من عمليات القصف الإسرائيلية التي تركزت في جنوب المدينة، بالإضافة إلى وسطها، عدا عن عمليات القصف التي طالت عددا من تجمعات المواطنين في شمال شرق وفي شمال مدينة خان يونس. هذه الغارات بمجملها كانت أعنفها تلك الغارة التي استهدفت عشرات من المواطنين في منطقة جيزان النجار في مربع سكني استهدف من خلاله منزل يعود لأحد المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدا، وهناك عشرات من المصابين، قدروا بأكثر من 50 مصابا في هذه الغارة التي استهدفت هذا المربع السكني في جنوب مدينة خان يونس. عدد من هذه الإصابات توزعت على مستشفيات مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى مستشفى الأوروبي، ونقاط طبية ميدانية استقبلت هذا الكم الكبير من المصابين، وهناك أكثر من 12 إصابة وصفت ما بين حرجة إلى خطيرة وفق المصادر الطبية التي توزعت عليها تلك الإصابات. وبالنظر إلى أعداد الشهداء الذين ارتقوا، هناك 6 من هؤلاء الشهداء هم من الأطفال، ووصلوا أشلاء متفحمة إلى مستشفى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى 4 نساء أيضا في هذا القصف، عدا عن رجلين مسنين. وبالتالي نحن نتحدث عن مدنيين عزل هم حصيلة لهذه الغارات الإسرائيلية التي تواصلت اليوم على مدينة خان يونس، بالإضافة إلى قصف تجمعات سكنية للمواطنين أو حتى تجمعات للمواطنين في المدينة، كما جرى في الحي النمساوي، في الحي الإماراتي، في منطقة التحلية، في منطقة الشيخ ناصر، عدا عن منطقة الكتيبة التي تتعرض لتوغل إسرائيلي من قبل الدبابات الإسرائيلية التي تواصل التمركز في تلك المنطقة أيضا، وإطلاق عدد من القذائف باتجاه وسط المدينة والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة خان يونس. وبالتالي نتحدث عن هذه المدينة التي ما زالت تودع شهداء، ونحن نتحدث عن نحو 40 شهيدا. أيضا المنطقة الوسطى، وبالنظر إلى ما جرى من عمليات قصف مركزة في كل من المغازي الزوايدة، مخيم البريج، مخيم النصيرات، عدا عما يجري في دير البلح، هناك سلسلة عنيفة جدا من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين ومنازل تعود لعائلات فلسطينية مدنية، بالإضافة إلى قصف لضباط خدماتيين في الدفاع المدني، عدا عن أولئك الذين يعملون في مصلحة مياه الساحل اليوم. وبالحديث أيضا عن العائلات التي تم استهدافها، نتحدث عن ارتقاء الشيخ يوسف جمعة سلامة، وهو وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب المسجد الأقصى الأسبق أيضا، والذي ارتقى في غارة إسرائيلية برفقة عدد من أفراد عائلته في قصف لمنزل في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة. أما عن استهداف مستمر لكوادر الدفاع المدني، اليوم ارتقى واحد من ضباط الدفاع المدني، بالإضافة إلى إصابة لأربعة آخرين جراء قصف مجموعة من ضباط الدفاع المدني، وهم يهمون لأداء واجبهم والقيام بعملهم في مساعدة عدد من المصابين الذين استهدفوا في غارة إسرائيلية بمخيم المغازي أو بمخيم دير البلح بوسط قطاع غزة، واستهدفوا في مخيم النصيرات عندما نتحدث عن الاستهداف المستمر للمنطقة الوسطى. أيضا في دير البلح كان هناك استهداف لعدد من عمال مصلحة بلديات الساحل، هذان شهيدان ارتقيا، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من عمال مصلحة مياه الساحل. وبالتالي نحن سالم نتحدث عن استهداف لهؤلاء الذين يقدمون الخدمة، بالحديث عن ضباط الدفاع المدني أو حتى عن العمال في مصلحة مياه الساحل، عدا عن استهداف للطواقم الطبية كما جرى في أيام ماضية، حتى إن الطواقم الطبية كان
كانت تستهدف أثناء القيام بعملها بالذهاب إلى أماكن الاستهداف ومحاولة إخلاء المصابين اليوم في مدينتي خان يونس أيضا والنصيرات، إذا أردنا أن نصف ما جرى أيضا في المنطقة الوسطى التي ودعت أكثر من 45 شهيدا في سلسلة عمليات إسرائيلية جرت على مدار الساعات الماضية، ونحن نتحدث عن استمرار لهذه الوتيرة الإسرائيلية المتصاعدة. أيضا بالنظر إلى ما جرى في مدينة غزة ونحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين تم انتشالهم على مدار الساعات الماضية وهم الذين ارتقوا على مدار الليلة الماضية ومنتصفها وما قبل منتصف الليلة الماضية، كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين بالقرب من الجامعة الإسلامية من عائلة حمودة وهم من سكان جباليا، كانوا لجأوا إلى منزل بالقرب من الجامعة الإسلامية في وسط مدينة غزة، ارتقى من هذه العائلة 15 فردا دفعة واحدة بالإضافة إلى عدد من المصابين، سرعان ما كانت الطواقم الطبية اكتشفت وجود هذا الكم من الشهداء في المنزل بعد ساعات على استهدافهم. الأمر أيضا تكرر مع مجموعة كبيرة من المواطنين في داخل جامعة الأقصى التي استشهد فيها 20 مواطنا بالإضافة إلى 48 مواطنا استشهدوا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وبالنظر إلى هذه الوتيرة نحن نتحدث عن مجازر إسرائيلية ارتكبت بصمت بحق هذه العائلات الفلسطينية ودون أن يكون هناك محاولة لرؤية ما يجري في ظل عدم قدرة الطواقم الطبية من الوصول إلى تلك المناطق، سيما أن هذه العائلات استهدفت على مدار الليلة الماضية ولم يكن أحد يدري في ظل شح المعلومات عن هذه العائلات التي تم استهدافها، إلا مع طلوع النهار بدأت تتكشف معالم هذه المجازر التي ارتكبت بحق هذه العوائل. ربما الوتيرة من عمليات القصف كانت أقل في مناطق الشمال، لكن هذا لا يمنع أن هناك شهداء ارتقوا في كل من جباليا وبيت حانون بشمال قطاع غزة في سلسلة أيضا كانت عنيفة من الغارات الإسرائيلية التي شنت على جباليا شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى ما جرى في بيت لاهيا بشمال القطاع تحديدا في مشروع بيت لاهيا، وهناك استهدافات لتجمعات للمواطنين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم في المناطق التي تم تهجيرهم منها أو حتى تم تدميرها في ظل الأنباء التي كانت تتواتر عن إمكانية أن يعود الناس إلى منازلهم في ظل التهجير القسري الذي استمر على مدار الأسابيع الماضية، وخاصة أن هؤلاء الناس هجروا من منازلهم ولم يعد لهم مأوى في ظل أن هناك نقص كبير في الخيام ومراكز الإيواء في المناطق الشمالية من قطاع غزة. بيت حانون لم تكن بأحسن حال بالنظر إلى ما يجري فيها من عمليات قصف مدفعي مركز باتجاه وسط المدينة أو حتى باتجاه أولئك المواطنين الذين يحاولون العودة، في ظل الأنباء التي كانت تنشر عن انسحابات لآليات إسرائيلية من مناطق عدة وفي عدد من محاور شمال القطاع. الساعات الماضية ربما كانت صعبة والمواطنون هنا في قطاع غزة سالم يودعون عاما انتهى بكل ما فيه من مآسي وأوجاع وقتل ودماء وإزهاق للأرواح، ونحن نتحدث عن سويعات قليلة على نهاية هذا العام هنا في قطاع غزة. لكن المركز الإحصائي الفلسطيني قال إن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في العام 2023 هو الأكثر في كل الأعوام الماضية منذ نكبة عام 48، وبالنظر إلى حاجز 22,000 شهيد نحن نتحدث عن رقم كبير وضخم جدا دون ما أن يكون هناك إحصاء لأولئك المفقودين تحت الأنقاض وهم يتجاوزون 8,500 مواطن وفق ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي في أكثر من مناسبة، عدا عما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية والتي قالت إن أعداد المصابين تجاوزوا 55,000 مصاب. هناك أعداد كبيرة من هؤلاء لم تعد لهم أطراف بالنظر إلى عشرات الآلاف الذين تعرضوا لإصابات مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن مئات من هؤلاء باتوا بإعاقة أو حتى باتوا بلا أطراف وفق ما قالته المؤسسات المختصة بتوثيق جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الساعات الماضية كانت صعبة، ارتفعت فيها وتيرة الغارات الإسرائيلية، أيضا وتيرة التصعيد الإسرائيلي كان بالغارات الجوية التي استهدفت هذه التجمعات للمواطنين والمنازل أيضا والسيارات المدنية، عدا عن الاستهدافات لمراكز الإيواء كما جرى في وسط القطاع وجنوب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى ما جرى في وسط مدينة خان يونس قبل قليل إلى مستشفى أبو يوسف النجار
النجار أيضا وصل جثمان لأحد الشهداء وهو مجهول الهوية على مقربة من موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة رفح. لم تعرف تفاصيل استشهاد هذا الشاب الذي وصل وهو تقريبا في منتصف الثلاثينيات من عمره وفق ما قالت المصادر الطبية، لكن حتى اللحظة لم يتم التعرف على هويته. وبغض النظر عن هوية هذا الشاب الذي لم يتم التعرف على هويته حتى هذه اللحظة، فإننا نتحدث عن عشرات من أولئك الذين يصلون إلى المستشفيات. في مجمع ناصر الطبي هناك أكثر من 15 شهيد هم مجهولو الهوية وفق ما تم توثيقه من قبل الجهات المختصة في داخل مجمع ناصر الطبي. وهذه الصور التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية على موقع فيسبوك، والتي وثقت هذه الصور لأولئك الشهداء من مجهولي الهوية. وبالتالي هذا ملف يمكن أن يفتح على مدار الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة لأولئك المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، أو حتى أولئك الشهداء الذين تضطر الطواقم الطبية لدفنهم دون أن يكون هناك معرفة لهويتهم. ربما هذا هو الموقف الميداني هنا سالم، ونحن نتحدث عن هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه الساعات الصعبة، والفلسطينيون هنا في قطاع غزة يقتربون من وداع عام 2023 ويستقبلون أيضا عام 2024 بمزيد من المجازر أيضا والقتل الإسرائيلي وبالحديث عن المستمر العام الجديد لهؤلاء المدنيين سيما الأطفال والنساء. علاء، يعني ربما أسألك بعد قليل حول أحلام الناس في غزة وهم يحتفلون بالعام الجديد، وهناك مئات الآلاف من النازحين في رفح الآن، لكن دعنا نوه أنه بعد قليل الجزيرة مباشر تبث تجزيلا لكتائب المجاهدين لاستهداف زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل غزة. على مئات الآلاف أصبحوا نازحين في رفح الآن، وبعضهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء. هل من الطبيعي أن أسألك كيف تبدو أحلام هؤلاء للعام الجديد؟ من الطبيعي جدا، لكن هذه الأحلام ربما اختلفت كثيرا عما سبق. أولئك الذين كانوا عبارة عن قصة لكل واحد من هؤلاء الذين نزحوا بمئات الآلاف، ونحن نتحدث عن أكبر نزوح في التاريخ هنا في فلسطين، ونحن نوثق نزوح 1,800,000 مواطن وفق ما قالته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. هؤلاء الذين كانوا يطمحون سابق هذه الحرب التي شنت على قطاع غزة بأحلام كثيرة تتعلق بأحلام شخصية، بأحلام على مستوى العائلة، بأحلام على مستوى البلد، بأحلام على مستوى الوطن، إذا أردنا أن نصف ما كان الناس يحلمون به على مدار كل تلك السنوات الماضية، ويحلمون ما يريدون أن يحققوه على مدار السنوات المقبلة، كان على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى العائلي. لكن اليوم هذه الأحلام كلها تقزمت، وأصبحت هذه الأحلام عبارة عن كوابيس تلاحق هؤلاء الناس حتى في نزوحهم، في خيامهم، في تفاصيل حياتهم، في مأكلهم، في مشربهم، في غذائهم، في دوائهم، في متطلباتهم الشخصية، في حاجياتهم الأساسية، في كل هذه العذابات والآلام والأوجاع التي تلاحق هؤلاء الناس. تقزمت هذه الأحلام بالفعل، ونحن نتحدث عن أقصى طموح لهؤلاء الناس هو العودة إلى منزل مدمر، وأن يقيموا خيمة على هذا المنزل، على أن يبقوا في تلك الخيام التي تحط من كرامتهم وفق ما يقولون، على أن يقيموا في تلك الخيام في نزوح بعيدا عن أهلهم، بعيدا عن بيتهم، بعيدا عن أحلامهم التي كانوا يعيشونها على مدار السنوات الماضية. لك أن تتصور سالم بأن الناس اليوم باتوا يحلمون بأن يتوقف القتل، باتوا يحلمون بأن تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أقصى طموح للناس اليوم ألا يسمعوا أخبارا جديدة عن ارتقاء شهداء، عن إزهاق أرواح أطفال، أرواح نساء. يحلمون بأن يتوقف نزيف هذا النهر من الدماء التي تجري دون ما أن يكون
يكون هناك حد لهذه الدماء التي لا تتوقف هنا في قطاع غزة. لك أن تتحدث أن أقصى أحلام هؤلاء الناس أن يعودوا إلى بيوتهم، أن يروا تلك البيوت حتى وإن كانت مدمرة بهذا الشكل. وبالتالي هذه الأحلام أصبحت أحزانا هنا لهؤلاء الناس الذين تقزمت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هذه الأحلام، رغم أنها يعيشونها كوابيسا على مدار كل تلك الأسابيع الماضية دون أن يكون هناك أفق لتلك الأحلام الماضية أن تتحقق، وبالتالي الأحلام اليوم فقط أن تتوقف هذه الحرب. شكرا جزيلا الصحفي على سلامة، كنت معنا مباشرة من رفح.